باشرنا اليوم بمهامنا كمحافظ لكركوك. سأكون الأخ والابن والقريب من الكل دون تمييز أو تفرقة، وسوف نعمل معاً من أجل تحقيق أهدافنا، أهداف أهل كركوك بجميع مكوناتها، ألا وهو أن نجعل من كركوك نموذجاً على مستوى كل المحافظات العراقية من ناحية الإعمار والبناء، ونموذجاً للتعايش السلمي بين مكوناتها، وهذا هو الهدف الرئيسي بالنسبة لي. نؤكد في رسالتنا اليوم سنكون معكم تحت خيمة الوطن، تحت خيمة كركوك، من اليوم فصاعدا الكل سوف نحمل هوية واحدة، ألا وهي هوية كركوك. سوف نعمل من أجل كركوك ومن أجل مستقبل أبناء كركوك.